خدمتنا متميزة بالمتابعة المستمرة كل 6 شهور في الفحص الدوري، تقديم الوعي وتقديم التثقيف الصحي للمريض بكل وسائل واستخدام الصور والفيديوهات والمعلومات الصحيحة عن كل إجراء يقوم فيه طبيب الأسنان كتوعية مهمة للمريض. حضرت للإمارات إلى دولة الإمارات العربية المتحدة من عام 2000، وبدأت العمل كطبيب أخصائي في تدريس في الجامعة. فكرة مركز لتقويم الأسنان بالأصل يعني تعود إلى تأسيس مركز متخصص جدا في تقويم الأسنان بالإضافة إلى العلاجات الأخرى لخدمة الناس الذين هم بحاجة لهذا العلاج التخصصي البحت. انطلقنا بنجاح من السنة الأولى والحمد لله. في المركز نقدم كافة خدمات طب الأسنان، وهناك تخصصات مميزة لدينا مثلا تقويم الأسنان بكافة فروعه بكافة أنواعه. كل الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة شعبا وحكاما لإعطائهم الفرصة لي ولغيري من المستثمرين. اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجنا لآلئ الاتحاد، وكما عودناكم دائما باستضافة شخصيات استطاعت النجاح في قطاع عملها، رحبوا معي اليوم من داخل إمارة ابو ظبي بالدكتور احمد سامي عويس صاحب مركز عويس لتقويم الاسنان. اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا، مرحبا. في البداية نرحب بك دكتور احمد معنا في برنامج لآلئ الاتحاد، دعنا نتوقف قليلا عند ابرز المحطات التعليمية والمهنية التي مررت بها. اهلا وسهلا بكم، انا الدكتور احمد عويس اخصائي تقويم الاسنان في مركز عويس لتقويم الاسنان. حضرت للامارات الى دوله الامارات العربيه المتحده من عام 2000، وبدات العمل كطبيب اخصائي في تدريس في الجامعه. تخرجت انا من جامعه دمشق بالتسعينيات وحصلت على الدكتوراه من جامعه طوكيو لطب وطب الاسنان في اليابان، وبدأت بالعمل بالمركز من سنوات عديدة، ومؤخرا انتقلنا إلى جزيرة الريم في مركز عويس في جزيرة الريم لتقويم الأسنان. جميل، إذا دكتور أحمد سامي عويس، من أين أتت فكرة إنشاء مشروع مركز عويس لتقويم الأسنان؟ نعم، في الحقيقة كان شغف في خلال دراستي في المرحلة الجامعية الأولى عندما رأيت أول صورة في محاضرة لتشوهات الوجه والفكين عند طفلة صغيرة، فأثار هذه الصورة أثارت في الحماس والشغف بأن طب الأسنان ليس فقط حفر الأسنان وحشوات الأسنان، إنما هناك علم كامل يدرس نمو الفكين وتشوهاتها وتصحيح يعني التشوهات الخلقية و كل شيء يتعلق بالوجه والفكين خاصة عند الأطفال. فهذه كانت بداية أو النقطة البداية، ثم توسعت في قراءتي عن تشوهات الأطفال وعلم تقويم الأسنان، وسافرت إلى اليابان
في جامعة طوكيو لطب وطب الأسنان، وتخصصت في هذا المجال. ثم فكرة مركز لتقويم الأسنان بالأصل يعني تعود إلى تأسيس مركز متخصص جدا في تقويم الأسنان بالإضافة إلى العلاجات الأخرى لخدمة الناس الذين هم بحاجة لهذا العلاج التخصصي البحث. إذا دكتور أحمد سامي ويس، حدثنا ما هي أبرز الصعوبات والتحديات التي واجهتك عند إنشاء مركز عويس لتقويم الأسنان؟ نعم، في الحقيقة الحمد لله يعني لم يكن هناك صعوبات شديدة، لأنه كان إيماننا بالفكرة قوي جدا يعني، وأي صعوبة تدللت يعني بكل بساطة، فانطلقنا بنجاح من السنة الأولى والحمد لله. إذا دكتور أحمد سامي عويس، ما هي الخدمات التي يقدمها مركز عويس لتقديم الأسنان؟ في المركز نقدم كافة خدمات طب الأسنان، وهناك تخصصات مميزة لدينا مثلا تقويم الأسنان بكافة فروعه بكافة أنواعه لكافة الأعمار. نقدم خدمة فحص الأسنان المبكر لكشف أي مشاكل مبكرة عند الأطفال، نقدم خدمة تقويم الأسنان للكبار والصغار، نقدم أيضا موضوع التقويم الفكي ومعالجة الفكين. بالنسبة لتخصصات أخرى هي مثلا زراعة الأسنان، زراعة الأسنان متقدمة جدا ومرخصة، وعندنا أخصائية زراعة في المركز تقدم خدمات زراعة الأسنان للأسنان المفقودة لحالات الأسنان الغير قابلة للمعالجة. بالإضافة عن موضوع علاج عصب الأسنان وطب أسنان الأطفال، ونقدم خدمة طب الأسنان الوقائي، أي قبل ما يأتي المريض بمشكلة نحاول نعالج أو نضع الطفل على برنامج وقائي يمنع حدوث المشكلات التقويمية ومشكلات طب أسنان الأطفال، وبالتالي يوفر على المريض الألم والمعاناة، بالإضافة إلى التوفير المادي كمان بالنسبة للعلاجات والحفاظ على صحة الأسنان للأطفال وللكبار بشكل مستمر. خدمتنا متميزة بالمتابعة المستمرة كل 6 شهور في الفحص الدوري، تقديم الوعي وتقديم التثقيف الصحي للمريض بكل وسائله، استخدام الصور والفيديوهات والمعلومات الصحيحة عن كل إجراء يقوم فيه طبيب الأسنان كتوعية مهمة للمريض. إذن كيف استطاع الدكتور أحمد سامي عويس المحافظة على اسم مركز عويس لتقويم الأسنان وسط التنافسية العالية داخل دولة الإمارات العربية المتحدة؟ نعم، أولا بالتركيز، نركز على المشاكل وندرسها جيدا. ثانيا التواصل مع المرضى والإتقان في العمل. ثم واكبنا التطور الرقمي، مثلا ملف المريض انتقلنا من الملف الكتابي اليدوي إلى ملفات رقمية ديجيتال متقدمة، استخدمنا برامج متقدمة عالية جدا لحفظ معلومات المريض وصور المريض طبعا بكل سرية وبكل احترافية. انتقلنا من الأشياء البسيطة في طب الأسنان إلى أدوات وتجهيزات متقدمة جدا تستخدم تقنيات المسح الضوئي، تقنيات الـ 3D أو ثلاثية الأبعاد، التصوير الـ CT scan، استخدمنا الطباعة الرقمية، استخدمنا الأشياء الحديثة، نواكب نحضر المؤتمرات العالمية والمحلية لمواكبة التطورات ولتقديم أحسن خدمة لمواطنين دولة الإمارات العربية المتحدة. جميل. إذن دكتور أحمد، ما هي الرسالة التي توجهها إلى الشباب المقبلين على العمل داخل دولة الإمارات العربية المتحدة؟ نعم، أهم شيء التركيز على المشروع والقراءة حوله وتجميع كافة المعلومات ودراسة المشروع من كل النواحي القانونية والمحاسبية والمالية والخبرة، والتركيز بالعمل نفسه، إتقان المنتج أو العمل نفسه، لأن الإتقان هو السبيل إلى النجاح. كما نعلم دكتور أحمد، نحن داخل دولة الإمارات العربية المتحدة ننعم بنعمة الأمن والأمان داخل الدولة. ما هي الرسالة التي تخرج من القلب فتصل إلى القلب مباشرة إلى حكام وشيوخ دولة الإمارات العربية؟ كل الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة شعبا وحكاما لإعطائهم الفرصة لي ولغيري من المستثمرين
والأطباء وكل الناس الذين يأتون إلى الإمارات فيشعرون بنعمة الأمن والأمان التي لا يوجد مثيل لها في كل العالم، والحمد لله رب العالمين. وأنا بدوري أيضا أشكرك دكتور أحمد سامي عويس على هذه الرسالة الجميلة، وأشكرك أيضا كونك ضيف عزيز معنا لهذا اليوم في برنامج لآلئ الاتحاد. شكرا لك. شكرا جزيلا. أعزائي المشاهدين، لقد كانت هذه نهاية حلقتنا لهذا اليوم، شكرا لكم.